Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين
لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن
صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق الله العظيم. Demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Karim yang telah disampaikan oleh peserta yang memegang giliran ke-9 pada malam ini, yaitu saudara Muhammad bin Mustafa. Majlis merakamkan ucapan terima kasih. Bagi Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dirumah.